الصحافة المحلية في جريدة عمان والوطن والرؤية. وهذه المرة أيضا مباشرة مشاهدين الأحبة سننتقل إلى الربط المباشر مع الزميل محمد بن عبد الله المهري للحديث عن مختبرات خارطة الصناعية الإبداعية. أهلا وسهلا بك محمد، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير حوراء، وصباح الخير أيضا سيف، ونرحب أيضا بكل المشاهدين والمتابعين لهذه الصباحات المشرقة من صباحات هذا الوطن العزيز. واليوم في قهوة صباح سنحاول المشاهدين الكرام أن نكون أقرب إلى هذه التطبيقات وهذا الحراك أيضا الثقافي الفني أيضا في هذه المختبرات، هذه الخارطة التي تعنى بهذه الصناعات المرتبطة دائما بالإبداع والذي تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب. اليوم هنا في فندق دبليو بمحافظة مسقط هناك حراك بدأ أمس وأيضا ولا زال إلى اليوم من خلال الافتتاح الرسمي، من خلال ورش تدريبية مختلفة، عصف ذهني هكذا كبير أيضا من خلال طاقات شبابية متعددة متخصصة في مجالات مختلفة. نتحدث عن 170 مشارك، نتحدث عن 17 أيضا قطاع بمحاور مختلفة. هناك رؤية أيضا في أن تكون هذه النتاجات قابلة للتطبيق، وأيضا هناك حراك للخروج بكثير من النتائج المختلفة، الاستفادة دائما من كل التجارب الدولية. وبالتالي هذا الطرح وهذا التنسيق أيضا وهذا الإسقاط على كل هذه النتاجات، نستفيد من كل التجارب العالمية، ولكن يكون هناك أيضا بوادر لتحقيق كل هذا المنتج الذي يقوم به أيضا شباب على أعلى مستويات أيضا من التطبيق. للحديث عن كل هذه التفاصيل سألنا أن يكون ضيفي في الدقائق القادمة سليمان بن سيف الرواحي، وهو عضو فريق خارطة الصناعات الإبداعية. بداية سليمان رحب فيك في قهوة الصباح، صباح الخير. صباح النور والسرور، أكيد أصبح على سيف وعلى حوراء أيضا وكل متابعي قهوة الصباح. سليمان، نتحدث اليوم عن هذا الحراك، نتحدث عن هذه الورش وهذه الجلسات أيضا التي بدأت من أمس وأيضا تستكمل اليوم في اليوم الثاني، حدثنا عن هذه الجلسات وهذه اللقاءات أيضا. طبعا هو الهدف الأسمى والأساسي من المشروع ككل هو إيجاد تعريف صحيح وواضح للجميع ما هي الصناعات الإبداعية وما هي القطاعات اللي تشملها هذه الصناعات الإبداعية. فهناك معنا 17 قطاع، 17 مختبر تم تقسيمه على يومين. بدأنا بالأمس بأربع قطاعات فترة صباحية، كان معنا قطاع المسرح، قطاع السينما، قطاع ألعاب الكمبيوتر، وقطاع أيضا الفنون الموسيقية. الفترة المسائية كان معنا خمس قطاعات، قطاع النشر المطبوع والإلكتروني، قطاع الدعاية والتسويق، قطاع الفنون التشكيلية، التصوير الضوئي، والفنون الرقمية. اليوم إن شاء الله راح نستكمل أيضا بثمان قطاعات وثمان مختبرات مختلفة. راح يكون معنا الفترة الصباحية المكتبات، المتاحف، الآداب والترجمة، وأيضا التراث. أما الفترة المسائية واللي هي الفترة الأخيرة راح يكون معنا آخر أربع قطاعات، الأزياء، فنون العمارة، الترفيه، فنون الطهي. فهي كلها 17 قطاع متنوع مختلف، كل قطاع أكيد بتحدياته بحلوله، فحاولنا قدر المستطاع أنه تكون الصورة واضحة وشاملة لكل القطاعات. ونحن اليوم أيضا في قطاع الآداب والترجمة. سليمان، اليوم نتحدث عن هذا الحراك، ماذا يمثل لكم هذا الحراك الشباب أيضا في كل القطاعات المختلفة؟ طبعا هو مسألة أو المشروع ككل، مشروع خارطة الصناعات الإبداعية في كل دول العالم في خارطة، نحن في عمان إلى الآن ما في خارطة. فكان فكرة المشروع أن تكون معنا خارطة من الألف إلى الياء يشتغل عليها شباب عماني. كنا دائما نراهن على الشباب العماني، وهذا أيضا إثبات جديد لكل من يشكك في قدرات الشباب أن الشباب اليوم قادر لصنع خارطة طريق لمستقبل الصناعات الإبداعية. اللي صار والتحديات والحلول اللي طلعنا فيها من هذه المختبرات أمانة يمكن أكثر من اللي احنا توقعناها، لذلك الشغف كان حاضر، الحماس من لدن المشاركين كان يعني خلال الجلسات حاضر وبشكل كبير. أيضا هناك رغبة للتغيير، رغبة يعني حقيقية خلينا نسميها، ورغبة صادقة للتغيير. فنتمنى بإذن الله أنه المشروع يرى النور في بداية العام القادم، وكذلك أيضا أن المخرجات يتم تبنيها من قبل صانعي القرار ومتخذي القرار في الجهات سواء الحكومية منها أو الخاصة. إذا نتمنى لك كل التوفيق سليمان بن سيف الرواحي، شكرا جزيلا. أنت عضو أيضا في فريق هذه الخارطة المعنى أيضا بالصناعات الإبداعية، ونتمنى أيضا لكل الفريق كل التوفيق. شكرا سليمان أحسن. شكرا. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية. أيضا مشاهدين الكرام، هناك طاقات شبابية عملت أيضا على الفرق البحثية،
البحث دائما هو نتاج احتياج معين، وبالتالي هذه النتائج هذه البحوث أكيد تترجم من خلال قرارات مختلفة وتشكيل أيضا للجان وجهات مختلفة لتنفيذ هذه. يسرنا أن يكون أيضا ضيفي أزن أيضا مع الشباب في مجالات مختلفة، ونتحدث اليوم عن الإبداع معي فراس بن عبد الله توبي، هو عضو الفريق البحثي في المختبرات. بداية صباح الخير. صباح الخير جميعا. فراس، تتعامل مع الفريق البحثي، يعني ما هي الأدوار التي تقومون بها أو قمتم بها قبل ولازلتم أيضا الآن تستأنفون هذه الفرق البحثية؟ حقيقة يعمل الفريق البحثي تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهو مكون من عدة شباب عمانيين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والعاملين بشكل مستقل. قام الفريق سابقا بحصر العديد من النماذج العالمية المشابهة سواء لدول متقدمة في مجال صناعة الإبداع خلال المنظمات العالمية كاليونسكو. قام كذلك بحصر البيانات المتوفرة في السلطنة من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة وتحليلها، ونسعى من خلال هذه المختبرات خلال هذه اليومين على جمع المزيد من البيانات من خلال المشاركين، وكذلك السماع لتحديات ليواجهوها في القطاع أو طموحاتهم في القطاع، وكذلك لاحقا إعادة صياغتها وقولبتها لتواكب الإطار المحلي للسلطنة. طيب فراس، أيضا سؤالنا الأخير عن المتأمل أيضا من كل هذه الحركة. أيضا نتحدث عن فرق بحثية قامت ببحث وبالتالي حدد كثير من جمع كثير من البيانات، هذه البيانات اليوم تطبق على أرض الواقع من خلال هذه المختبرات المختلفة. المؤمل أيضا بعد كل هذه الحركة، المؤمل بعد المختبرات هو العمل على إطلاق منهجية عمانية خاصة بقطاع الصناعات الإبداعية لتدعم أيضا أهداف الاستراتيجية الثقافية التي حددتها الاستراتيجية الثقافية كذلك، والأهداف الموضوعة في القطاع في إطار رؤية عمان 2040 لاحقا. إذن فراس، نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أيضا لفريقك البحثي وأن يقوم أيضا بمزيد أيضا من هذه البحوث، وفي الأخير يبقى البحث هو المؤمل عليه دائما على مستوى العالم من خلال إيجاد حلول معينة، ونتمنى هذه الحلول أن تترجم أيضا في أرض الواقع، وبالتالي نشهد هنا في السلطنة خارطة واضحة بمضامين وأهداف واضحة تحقق هذه الرؤية، أيضا ربما نندري أيضا تحت الرؤية العامة وهي رؤية 2040، ولكن نتمنى دائما لشبابنا كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي الكرام، مثل ما ذكر سليمان أيضا وفراس وكثير أيضا من الشباب الذين يعملون في هذه القاعات المختلفة ويعملون دائما في كل هذه الخريطة العمانية بتفاصيلها المختلفة، عندما نتحدث عن الإبداع فهو هنا في هذا البلد الطيب، عندما نتحدث عن الإبداع العمانيون وشباب أيضا قادرون على الإبداع متى ما أتيحت لهم هذه الفرصة، متى ما كان هناك مساحات أيضا من العطاء، متى ما كان هناك الاحتضان، متى ما كان هناك سياسات واضحة. واليوم أيضا الشباب استفادوا من هذه التجربة الدولية أيضا وترجمتها على أرض الواقع. نتمنى دائما لكل التوفيق لكل العاملين في هذه الورشة التدريبية، هذا الحراك أكيد سينتج إن شاء الله نتاجا مثمرا لهؤلاء الشباب، ويؤكدوا كما يؤكدوا دائما أنهم عنصر فاعل في هذه التنمية وتحقيقا لهذه الرؤية التي نتمناها أن تكون في 2040 تحقق كل هذه الآمال للشباب. مشاهدي الكرام، أكيد لازلنا معكم في هذه الصباحات التي عنوانها الهمة والنشاط من هنا في الشباب، وأكيد هناك همة ونشاط لفريق إعداد برنامج قهوة صباح من خلال فقراتنا المختلفة. ننتقل من هذه المختبرات إلى مختبرات إعداد برنامج قهوة صباح، وماذا حضر لنا هذا الفريق من خلال أيضا الزملاء سيف وحورة إليكم في الاستوديو. شكرا لك زميل محمد بن عبد الله المهري، وشكرا أيضا لضيوفك الكرام، وشكرا لكل الشباب العماني ولكل شخص أيضا يعمل بجهد وأيضا يقدم الكثير لعمان الغالية. نحن نتواصل معكم مشاهدين الأحبة في برنامج قهوة الصباح بتاريخ 31 أكتوبر، أيضا احتفلت السلطنة بيوم الشجرة العماني، ودائما أيضا الشجرة رمز للعطاء والمشاهدين
المحافظة عليها واجب وطني وإنساني. ولذلك سنشاهد مع المشاهد الكريم التقرير القادم الذي هو حقيقة عن الاحتفالية المديرية العامة للثروة الزراعية ومواد المياه بهذا اليوم يوم الشجرة، وبعدها لنا عودة. فخلكم معنا مشاهدينا الكرام. احتفالا بيوم الشجرة الذي يصادف 31 من شهر أكتوبر كل عام، نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي فعاليات متنوعة تأكيدا لأهمية الغطاء النباتي في الطبيعة وحرصا على حمايته والمحافظة عليه لما له من دور أساسي في حياة الإنسان وصحته. الاحتفال يأتي يعني ضمن جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متمثلة في مديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي لإبراز دور الشجرة وأهميتها حقيقة في المجتمع من ناحية الإنتاج الزراعي ومن ناحية جمالياتها ومن ناحية فوائدها للإنسان بشكل عام. تنوعت الأنشطة المصاحبة للاحتفال، حيث قدم مجموعة من طلبة وطالبات المدارس عروضا إبداعية وقصائد شعرية، بما شمل المعرض أقساما عديدة تبرز المجالات التي تهتم بها المديرية وتحرص على تطويرها والخدمات التي تقدمها للمزارع العماني. اليوم جايين نحتفل في يوم الشجرة، شجرتي ظلي وغذائي، أدرع شجرة عشان هي مفيدة لصحتنا.